في هالتقرير نتعرف وياكم على بعض المتبرعين اللي تبرعوا بالخلايا الجذعية لأشخاص لا يعرفونهم. طبعا في هاللحظات هذه أصدق معاني الوفاء والامتنان ممكن أنك تشوفها أو تلحظها. لحظات اللقاء الأولى دائما ما تكون مميزة. خلونا نتابع. قصص إنسانية لمتبرعين بالخلايا الجذعية لمرضى لا يعرفونهم ويلتقون بهم لأول مرة بعد أكثر من سنتين. هنا محمد الذي قدم للسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية ليتبرع لأخيه عبد العزيز المصاب بالسرطان. محمد سجل معنا للتبرع لأخيه عبد العزيز الذي أصيب بسرطان الدم، وللأسف عبد العزيز يعني ما استطعنا نعمل له زراعة لأنه المرض ما كان مستجيب للعلاج، وتوفاه الله يرحمه. محمد أصر على أنه يظل اسمه معانا في السجل رغبة منه أن ينقذ حياة مريض آخر. بعد سنة من وفاة عبد العزيز اللي هو أخ محمد، جاء مريض عن طريق الطوارئ اسمه عبد الكريم وكان مصاب بسرطان الدم. عبد الكريم تعالج من سرطان الدم بالعلاج الكيماوي، وكان لابد من عمل زراعة الخلايا الجذعية له كطريقة شفائية الوحيدة للمرض سرطان الدم. بحثنا عن متبرعين في عائلته وللأسف لم نجد متبرع له في العائلة. أرسلنا طلب بحث في السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، ووجدنا متبرع واحد متطابق معه ممكن يتبرع له. المتبرع هذا هو محمد اللي سبحان الله كان المفروض أنه يتبرع لأخوه عبد العزيز الله يرحمه. هنا يلتقي محمد بعبد الكريم ولأول مرة في مشهد تتجلى فيه أسمى معاني الإنسانية. إيش شعورك لما شفته؟ والله انبسطت كثير، انبسطت كثير كثير مرة. يعني الحمد لله تشوف واحد كان تعبان وأنت كنت سبب بعد الله في شفاءه الحمد لله. مع الكيماوي مع وقتها لا شعر ولا شيء، يعني حاجات تأثر عليك نفسيا. بعد ما تبرع لي أخوي محمد الزهراني الله يجزاه خير، خلاص فترة شهر تعديت مرحلة الزراعة أموري طيبة بصراحة. أحسن ما في الحفل أني جيت وشفت محمد، مع أن الحفل كله وفكرته حلوة وكل شيء، بس أني أشوفه بعد سنتين أني أبغى أشوفه، وهو بعد بس أن حنا ممنوعين أن نشوف بعضنا خلال سنتين، واليوم الحمد لله شفناه. وفي قصة إنسانية أخرى، ها هو المتبرع إبراهيم يلتقي بالطفل سلمان ولأول مرة بعد أكثر من سنتين من التبرع. كلموني ولما قالوا لي أن الطفل صغير تحمست أكثر، يعني أني أروح وأسوي الفحوصات وأسوي العملية، فالحمد لله يعني وتسهلت الحمد لله. والله صراحة تحس أنك مبسوط من داخلك، يعني تحس أنك مرتاح، تحس أنك شفت شخص أنت شاركت في حياة أكيد بتكون مبسوط. الطفل كان رضيع خلال يعني عمره شهرين تقريبا، كان على الكيماوي، يعني ما في علاج ذيك الفترة، ما في متبرع مطابق من العائلة من أخوانه من يعني أقاربي أنا أقارب زوجي، فكان الأمل بالله أولا وأخيرا، ثم أنه يوجد متبرع أقول إن الله إن شاء الله يا ربي يجزاه خير. هذا بعد الله سبحانه وتعالى له الفضل في إنقاذ طفلي، واليوم والله بصراحة أنا فرحانة فيه، فيعتبر هو كأنه ولدي، هو خلاياه موجودة مع ولدي ونفس الفكرة، هو تراها بحسبة عيالي الحمد لله والله يجزاه خير. احتفالية إنسانية أقيمت للمتبرعين بالخلايا الجذعية بالإضافة إلى حصولهم على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، وبتكريم من صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني. لـ MBC خلف الخلف الرياض.